السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي، ما زلنا أحبتي في الله مع الأدعية المفرحة، الأدعية النافعة. النهاردة يا جماعة أنا جايب لكم دعاء مفاجأة. أنا بقول دعاء مفاجأة، يعني أكاد أجزم أن كثير من الناس ما سمعوش الدعاء ده ولا يعرفوا فضله. أنتوا عارفين الدعاء ده فايدته إيه؟ بيدفع عنك شر الناس جميعا. مفيش في مرة تلاقي صديق ماكر أو صديقة ماكرة، مفيش مرة ممكن تلاقي جار سوء، مفيش مرة تلاقي مثلا ولد عاق، مفيش مرة تلاقي زوجة ما بتسمعش الكلام، مفيش مرة تلاقي زوج معذب زوجته وما بيصرفش عليها. ايه ده؟ ده احنا كلنا كده، احنا كلنا كده، كلنا واقعين في المشاكل دي. ما كانتش كلها، اكيد كل واحد فينا له واحدة من اللي انا ذكرتهم. في دعاء يرد كل الكلام ده، يرد اذى الجار، يرد ان المال يبقى ما يبقاش عليه وبال، يرد ان ولد ما يبقاش عاق ويسمعوا كلام الابهات، يرد الزوجة اللي هي ما بتسمعش كلام زوجها، يرد الزوج اللي معذب زوجته، يرد الصديق الماكر، يرد شر الصديقة الماكرة اللي عاملة صاحبتي وهي بتتكلم عليا في ظهري. في دعاء للحاجات دي؟ نعم. استمع لهذا الحديث وهو صحيح بفضل الله تبارك وتعالى، وياريت الكل يحفظه. فهذا الدعاء بعنوان دعاء يدفع عنك شر الناس المقربين وغير المقربين. ايه دعاء ده بقى؟ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن مال يكون علي عذابا ومن ولد يكون علي ربا ووبالا ومن زوجة تشيبني قبل المشيب ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يشناني ويرعاني إن رأى خيرا أخفاه وإن رأى شرا أفشاه وإن رأى حسنة في دفنها وإن رأى في سيئة أذاعها. ده دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفع به شر الجار السوء والمال اللي يبقى عليك حرام ووبال، والولد اللي ما بيسمعش الكلام أو البنت اللي ما بتسمعش الكلام ربنا يصلح حالها، الزوجة ربنا يصلح حالها وتحافظ على زوجها، والزوج اللي ما بيحافظش على زوجته الدعاء ده يصلحه. والمصيبة الكبيرة الأخيرة إن يبقى عندي صديق عامل إنه حبيبي وهو عمال يتكلم عليا. شوف مواصفات الحديث، نقف معاها واحدة واحدة. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، خلصانة دي مفهومة، ومن مال يكون علي عذابا، الممكن ان يكون عندي مال يكون علي وبال ويسبب لي العذاب ويسبب الفرقة في البيت بسبب المال، ومن ولد، تشوف النص الحديث بقى، ومن ولد يكون علي ربا ووبالا. ايه ربا دي؟ ان الولد يبقى هو ولي امر ابوه، الولد يبقى ولي امر امه، ان البنت تمشي كلامها على امها. بتستعيذي من هذا الدعاء، من هذا الكلام، بهذا الدعاء، انك بتقولي يا رب بنتي ما تبقاش كده وتسمع كلامي، يا رب ابني ما يبقاش كده، ما يبقاش رب في البيت ان هو اللي يمشي كلامه عليا وما يحترمنيش ويبجح فيا ويبقى في النهاية عليا وبال. ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، والعكس صحيح، ومن زوج يشيب زوجتها قبل المشيب، ومن خليل ماكر، من صديق مكار أو من صديقة ماكرة. مواصفاتها بقى، وتشوف سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم جه عند الصديق الماكر وفارد فيها كلام كتير. قال إيه؟ عينه تراني، هو الإنسان اللي بيكرهني مراقبني بيشوف أنا ماشي إزاي، مش كده ولا لأ؟ وقلبه يشناني، يعني يشنأني
يعني ايه؟ يعني بيكرهني، عامل انه بيحبني بس قلبه اسود، عامله انها بتحبني وقلبها فيه سواد. صديقه ماكره، ان راى خيرا اخفاه وان راى شرا افشاه. لو شافني بعمل خير يعمل نفسه مش شايف، لو شافتني بعمل خير عامله نفسها مش شايفاني، انما لو شافت فيا شر تزيع تزيع. ان راى خيرا اخفاه وان راى شرا افشاه، وان راى حسنه دفنها. شافني بعمل حسنات يخبيها، ممكن الحسنه دي تبقى له هو، انا بعمل فيه هو حسنه، وان راى سيئه ازاعها، ده عملت فيا وعملت فيا وعملت فيا وعملت فيا. طب وما عملتلكيش حاجه حلوه خالص؟ صديقك ده ما عملكش حاجه حلوه خالص؟ ما انتش شايف غير الوحش. يا جماعه الدعاء ده مهم جدا، لان النهارده الزمن خربت وكتير من الناس عامله انها بتحبنا وهي بتكرهنا. فالدعاء ده يحفظك، فياريت الكل يحفظ هذا الدعاء. ايها الاخوه الكرام، انتظرونا في اللقاءات القادمه. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.